عندنا ثلاث شركات موجودين من مواقع مختلفة. عندنا زملاء من شركة فاوكو من الإسكندرية الأدوية موجودين، وعندنا شركة الحديد والصلب، وعندنا شركة سنتمورة للبطاطين في العاشر من رمضان. كلهم بيخوضوا نضال عادل لأجل الحصول على أبسط حقوق. وإحنا ابتدينا كنقابة إن إحنا نتجه بالطرق السلمية إلى القوى العاملة في إسكندرية، وتحدد ثلاث أربع جلسات للتفاوض. كان بنواجه إن إحنا بنروح نقعد في جلسات التفاوض من الساعة 7 الصبح لغاية الساعة 5 ومفيش مندوب من الشركة الجنة، وإحنا نقع من وقفات قدام محافظ إسكندرية قدام مكتب المحافظ. المحافظ مشكورة حدد لنا ميعاد وقدم لنا أربع مطالب. الأربع مطالب كانوا في المفاوضات قبلوا بالرفض من الإدارة. الأستاذ محمد عيسى قال لنا إن الوزير هيتدخل وهيطلب رئيس مجلس الإدارة تليفونيا ويحدد معانا ميعاد بحيث إن إحنا نحل المشكلة. فوجئنا إن الرد جالنا إن رئيس مجلس الإدارة مستمر في التصعيد. ورحنا برضو الوزارة وكلمنا الأستاذ محمد أبو عيسى، رد علينا رد رجل محترم جدا وقال أنتوا ناس مش محترمين مالكوش كبير وما بتسمعوش الكلام، لما نطلب منكم أن أنتوا تشغلوا لازم تشغلوا. احنا دلوقتي عايزين نعرف هل احنا هنفضل قاعدين كده ونعضي العيد بتاعنا موجودين في العاشر كده؟ وهي دي سياسة الدولة بتاعتنا اللي احنا عايزين ننجحها؟ والوزير اللي احنا جبناه بمطالبه لانه راجل ثوري. القرار اللي خدوه بوقف تداول سهم الحديد والصلب في البورصه اثر سهم الحديد والصلب من 16 جنيه ل 5 جنيه عشان يسهلوا للمستثمرين يفكروا يشتروا الشركه. احنا لينا حوالي 500 مليون سهم في البورصه باسم شركه الحديد والصلب. السهم دلوقتي ب 5 جنيه سعر متدني جدا نظرا لحاله الفوضى اللي بتحصل والاشاعات اللي بيطلعوها في الجرايد والاعلام ان المصنع اصبح عبء على الدوله واصبح عبء على الحكومه. احنا كل اللي بنطلبه من الحكومه ان هي توفر لنا مستلزمات الانتاج عشان نقول له يا دكتور ببلاوي المصنع ده لو وقع مفيش مستثمر في العالم هيجي يعمل مصنع زي ده، ولا انت هتقدر ولا الحكومه تقدر تعمل مصنع زي ده في الوقت الحالي نظرا للظروف اللي بقى. عملنا وقفه عند شركه القابله للصناعات الهندسيه والمعدنيه، وبعديها عملنا وقفه عند مجلس الوزراء. يوم الاحد ان شاء الله رايحين عند وزاره الاستثمار هنعمل وقفه سلميه، وفي بعض العمال عايزين يعملوا اضراب على الطعام، وفي بنفكر وبندرس تصعيد في اضراب جزء ان شاء الله عن العمل في حاله عدم استجابه لمطالبنا بعد وقفه وزاره الاستثمار. يقول لك انت ليك بلتات وانت بمربعات ويجيهم هم، انا اتعب واجيب التراب اعمله حديد وهم يبيعوا على الجهاز يحطوه في الفرن يسيحوه ويبيعوا حديد ويكسبوا واحنا نخسر.